الحمد لله المبدع صنعه في السمائيات، المودع أسرار حكمه في الأرضيات. قالها أبو العز الجزري، أحد أبرز وألمع العلماء المسلمين. مخطوطات هذا الرجل معظمها موجودة في تركيا، حيث مكان ميلاده على الحدود بينها وبين بلاد الشام، وبقية دراساته ومخطوطاته حصلت عليها واشترتها كل من هولندا، اليابان، بريطانيا وأمريكا. كان الرجل مهووسا بصناعة وابتكار الأجهزة الميكانيكية والروبوتات الأوتوماتيكية. نعم، كان هذا قبل فترة حكم صلاح الدين الأيوبي بقليل. فكان من أشهر صناعاته الآلات ذاتية الحركة العاملة بالماء، وساعة الرامي البارع، آلات القياس، والآلات الموسيقية، وساعة الفيل. جمع فيها عدة أدوات وأجزاء مثلت مختلف الحضارات والثقافات التي عاصرها في زمانه، فسميت في عصرنا الحاضر بساعة الأمم المتحدة. لكن أهم أثار انتباهي أن الجزري هو من اخترع الإنسان الآلي في فجر التاريخ، الآلي المتحرك للخدمة في المنزل، حيث طلب منه أمير ديار بكر وهو آمد أن يصنع آلة تغنيه عن الخدم كلما رغب في الوضوء للصلاة، فصنع له آلة على هيئة غلام منتصب القامة وفي يده إبريق ماء وفي اليد الأخرى منشفة، وعلى عمامته يقف طائر، فإذا حان وقت الصلاة يصفر هذا الطائر، ثم يتقدم الخادم نحو سيده ويصب الماء من الإبريق بمقدار معين، فإذا انتهى من وضوئه يقدم له المنشفة ثم يعود إلى مكانه والعصفور يغرد. يمكن ترجيح إمكانية التحكم بهذا الروبوت حركيا من خلال خصائص وتصرفات الماء الديناميكية، لكن يبقى السر بالنسبة لحركة هذا الروبوت هو الأتمتة، أو ما يسمى بالأوتوميشن، يعني برمجته للعمل أوتوماتيكيا. في علم هندسة الحاسوب يمكن ذلك بسهولة لو كان مؤسسا ومصنوعا من خلايا ودارات إلكترونية تتصرف بناء على برنامج مكتوب بلغة C++ مثلا أو ماتلاب، ولكن كيف كان لهذه الآلة أن تعمل حسب مواقيت الصلاة بالضبط؟ لذلك وضعت بعض النظريات التي تناقش كيفية تحريك هذا الآلي، من أبرزها النظرية التي تقترح استغلاله لأشعة الشمس التي تدخل إلى الغرفة بحيث أن تبخر كميات جزئية من الماء في داخل جسم هذا الإنسان الآلي، وهي أيضا كافية بأن تحرك مفاصل معينة في جسد هذا الآلي حتى يتحرك إلى الأمام ويتحرك إلى الخلف بناء على تحكم عدة موازين دقيقة موضوعة في داخل هذا الجسم. إنما هي طريقة معقدة جدا، لكن تبقى نظرية صالحة إلى التطبيق طوال ساعات النهار، حيث أنه لا يمكن تطبيق هذا الشيء خلال الليل بسبب عدم وجود الشمس. على كل حال، كنا خير أمة أخرجت للناس. في العصر الذهبي للإسلام كان معظم علماؤنا فرس وأكراد وآسيويون. ما برع فيه العرب حسب رأيي الشخصي هو الإدارة العسكرية في الحروب مثلا، والإدارة المدنية في الخلافة. لذلك ولأجل كل هذا التنوع لنا الحق في أن نفخر برجل كهذا وبإبداع كهذا.